السلام عليكم يا مشاهدون الكرام والمشاهدات العزيزات. أنا في ديار بكر. طبعا أول شيء قمت به زيارة مركز المدينة، بحيث هناك يوجد مسجد مشهور اسمه مسجد أولو. هذا المسجد مسجد كبير جدا. أنا الآن في فناء هذا المسجد، الآن أدير الهاتف حولي. أنتم تلاحظون بشكل دقيق كيف صنع هذا المسجد بشكل رائع. في وهلة أولى أنا تأثرت كثيرا. انظروا هذا المسجد يختلف من المساجد العثمانية التي زرتها في إسطنبول أو في المدن الأخرى. عنده طراز عجيب جدا. مثلا بجهة ما يشبه هذا القسم مثل كنيسة، وهذا المنارة ليس دائرية بل مربع. هذا أيضا شيء آخر. بعض الناس المسلمون يتوضعون هنا، والمدخل هنا. الآن أترك لكم لكي تشاهدوا هذا المسجد الكبير. بعد قليل سأدخل هذا المسجد. كثير من الزوار، كثير من الأشخاص، كثير من السياح. انظروا كل شيء جميل. طبعا هذا الوقت وقت المطر، المطر يمنعنا من الزيارة بشكل مرتاح، والجو ظالم، الرؤية يكون ضئيل. لكن على الرغم من ذلك أحاول تسجيل هذا المنظر. الآن أدخل إلى المسجد.